ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. فيديو النهارده هيكون عن تجربتي مع منتج كنت حطيته لكم قبل كده في فيديو من فيديوهات مشترياتي وما كنتش لسه جربته. وفيديو النهارده هو تجربتي مع الماسك بتاع القدم. انا كلمتكم عنه كان في فيديو فات. دلوقتي انا بفتح معاكم الكيس، والمفروض ان انا بلبس الاكياس اللي انا طلعتها دي اللي بتكون موجوده جوه العبوه اللي انتوا شايفينها دي، بتكون شبه الشرابات شويه بس على مقاس كبير طبعا عشان اكيد تناسب اي حجم، وبيكون جواها زي سائل كده، يعني سائل شويه لونه شفاف تقريبا. هي دي الاحماض اللي بتقوم بتقشير الرجل. بنقوم بقطع الكيس من فوق خالص عشان تقدري ان انت تدخلي رجلك في الاكياس دي. وبرده عشان تكونوا عارفين ده شكل رجلي من قبل ما اعمل فيها اي حاجه، بقالي فتره ما عملتش فيها باديكير، بس برده حاله رجلي مش سيئه يعني. هي بس المشكله كلها ان عندي في كعب الرجل جلد شويه محتاج ان هو يتعمل، فقلت ان انا هستعمل معاه الماسك بتاع القدم عشان يقشر لي الكعب كويس بدل موضوع الباديكير. وهنا لبست شراب عادي فوقيهم عشان اعرف اتحرك لانه كان بيزحلقني، فلبست الشراب. الشراب طبعا سخن رجلي جدا، وبدات احس ان رجلي بتاكلني، بدات احس بوجع في وش رجلي جامد، وبقيت قلقانه بصراحه، فقلعت الشراب وبدات ان انا ببص على رجلي من وقت للتاني، وزي ما انتم شايفين كده بقت شكلها طالع مكرمش جدا، ووش وجلد رجلي بقى رجلي بقى كله مشدود بشكل بشع، وبصراحه كنت خايفه جدا. دلوقتي انا يا دوبك استنيت هي ساعه واحده بس، ما طولتش لان اللي مكتوب على الكيس ان انت بتقعدي بيه ساعه واحده. بشوف في فيديوهات ناس بتقعد بيها بتبات بيها يوم او بتقعد بيها يوم كامل كده. انا كنت خلاص غسلت رجلي خالص، وش رجلي كان مكرمش جدا، وكان شكله زي رجل ما تكون عجوزه، وانا اصلا وش رجلي ما كانش بالشكل ده خالص. وانا هنا برضو بوريكم عشان تشوفوا معايا شكل الجلد عامل ازاي. بصراحة خلى وش رجلي ملمسه بشع، ومن تحت من على الرجل من تحت حاسة كأن في حاجة على الجلد مشدودة، كأن في طبقة تانية على جلدي. كنت حاسة انها مضايقاني ليومين او ثلاثة، ما كنتش مرتاحة ابدا للإحساس ده خالص. وبعد تقريبا ما عدى يجي 4 ايام اللي حصل ان انا بدأت رجلي تشقق بالشكل اللي انتوا شايفين ده، ومفروض بقى انها المفروض تقشر يعني، بس هي لحد دلوقتي برضو لسه ما قشرتش خالص، بتطلع قشور صغيرة جدا جدا بتشوكني. ممكن لو ماشية على حاجة او بلبس اسدال صلاة مثلا طويل، فبيجي في الخامة بتاعت الكريب بتاعت الاسدال ببدأ احس انها مشوكاني. جلد رجلي زي ما انتوا شايفين كده شكله مش طبيعي خالص، مشدود قوي، والاحساس ده رخم. ولحد دلوقتي انا لسه ما شفتش منه اي نتيجه خالص، بالعكس انا حاسه ان انا رجلي في حاله اسوأ. مش عارفه بصراحه اعمل ايه، فانا هستنى شويه يمكن تقشر، ولو عمل معايا مفعول كويس اكيد هعمل لكم فيديو جديد. واستنوني فيديو جديد، ما تنسوش تدعموني وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستنوني فيديو